أهلا بكم إلى المساء من الرياضة. بين اللقاءات الثنائية والجلسات المغلقة، يؤكد المشاركون في المؤتمر الإقليمي لمحاربة الإرهاب الذي احتضنته مدينة جدة هذا اليوم أن دول المنطقة ستكون في واجهة الحرب المعلنة على تنظيم داعش وجماعات العنف المختلفة. فما المنتظر من كل دولة؟ وما مواقف الأطراف الإقليمية من الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي؟ وكيف يبدو أفق هذه المواجهة الطويلة مع الإرهاب؟ قبل محاولة الإجابة على كل هذه الأسئلة، نذهب بداية إلى فيصل بن حريز من جدة ونتساءل. فيصل، ما أبرز ما كان لافتا في هذا المؤتمر هذا اليوم؟ نعم حمد، طبعا اللافت والحديث طبعا كان منصب في بداية أو قبل انطلاق هذا المؤتمر حول المشاركة لوزير الخارجية العراقي التي أعلنت في اللحظات الأخيرة من يوم أمس لمشاركة وزير الخارجية العراقي والذي يمثل الحكومة الجديدة، والذي حظي أيضا بإشادة من وزير الخارجية الأمريكي بإشادة إلى الحكومة السعودية وأيضا إلى وزير الخارجية السعودي بالموافقة على إشراك الطرف المهم مما يعاني من أيضا الإرهاب وهو العراق بحضور وزير الخارجية. أيضا اللافت حمد كان اللقاءات الثنائية التي أيضا أشرتم إليها في بداية هذه الساعة، لقاءات ثنائية جمعت وزير الخارجية الأمريكي بكل من السعودي وأيضا البحريني، وكان أيضا لقاء آخر لدى استقبال وزير الخارجية السعودي بنظيره العراقي. أيضا من اللافت طول أمد الاجتماع الرئيسي حمد، وهو الاجتماع المغلق، كان بالفعل لمدة طويلة أكثر من 4 ساعات اجتمع الحضور أو ممثلي هذه الدول داخل قاعة مغلقة لمدة 4 ساعات. وأيضا من اللافت أو ربما المفارقة والمصادفة في نفس الوقت أن يتم مثل هذا الاجتماع بحضور هذا الكم الكبير من الدول، والحديث أيضا عن أنه سينمو كما أشار جون كيري، أن يتم مثل هذا الاجتماع في يوم 11 من سبتمبر أي بعد 13 عاما من الحدث الذي شهدته مدينة نيويورك. إذا من هذه الأمور اللافتة التي حدثت اليوم. أيضا المؤتمر الصحفي كان من المفترض أن يعرض الكثير لكنه لم يعرضها بشكل مفصل حمد. فيصل، دعني ربما أتساءل ويتساءل الكثير من المشاهدين، ما النتائج المعلنة أو المتوقعة من مثل هذا الاجتماع الذي ذكرت بأنه مطول ويهم بشكل كبير المنطقة؟ نعم حمد، لعل من المفترض كما أشرت يعني أن يكون المؤتمر الصحفي هو سيلخص للحضور ولمن يتابع أيضا وللعالم أجمع ملامح ما تم الاتفاق عليه بحضور ممثلي 12 دولة. الحقيقة المؤتمر الصحفي لم يطرح الكثير، تحدث الوزير السعودي عن أن جون كيري عرض على الحضور وممثلي هذه الدول الاستراتيجية بشكل مفصل، تم مراجعتها بشكل مفصل. أيضا كان هناك سؤال عن موقف الدول، لعلي أبدأ من تركيا، تحدث جون كيري عن أن تركيا ليس هناك خلاف بين الولايات المتحدة أو هذا الحلف ومشاركة تركيا، لكن كما أشار وزير الدفاع الأمريكي سابقا أو يوم أمس عن أن تركيا طلبت دورا محدودا في هذا التحالف. أيضا الموقف السعودي، كنت قد سألت وزير الخارجية السعودي عن دور المطلوب من الإدارة الأمريكية من دول المنطقة، قال أن لم يطلب منها شيء محدد حتى الآن، يتم التوافق على آلية محددة، لكن قال أن السعودية ستدعم هذا التحالف بكل ما أوتيت من قوة على أي صعيد كان، سواء كان عسكريا أم سياسيا أم لوجستيا أو ماليا. أيضا تطرق وزير الخارجية الأمريكي، قال أن عندما سألته عن إمكانية دعم أطراف أو التحرك بريا في ظل الحديث فقط عن الضربات العسكرية، نفى ذلك بشدة وقال الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس باراك أوباما متعلقة فقط حمد بشن مزيد أو تكثيف الضربات الجوية العسكرية دون الحديث. لعل الحديث مستمر مع ضيفك في الاستوديو. نعم، شكرا للزميل والمراسل فيصل بن حريز من جدة. نرحب بضيفنا في حوار المساء هنا في الاستوديو في الرياض، الدكتور مشاري النعيم، مدير إدارة العلاقات الدولية بأمانة مجلس التعاون الخليجي.
ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. دعني أبدأ معك دكتور مشاري من حيث ما انتهى الزميل فيصل، أن هذا اللقاء الذي كان مطولا وشمل ربما لأول مرة هذا الاجتماع الذي يخص التحالف ضد الإرهاب دول، ربما كانت لها اختلافات في وجهات النظر في السنوات القريبة الماضية، كيف ترى هذا التجمع في مدينة جدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعتقد أن المؤتمر خطوة مهمة جدا، توقيتها أكثر من مهم، توقيتها يعني مثالي، ومكانها أعتقد أن كيري بالتوقيت يعني هل كان توقيته بمعنى أنا ما أقصد 9/11، أنا أقصد يعني استعار العنف من قبل داعش في المنطقة، لكن أيضا مكان عقد المؤتمر أكثر أهمية من ذلك كله، بمعنى أن المستر كيري توجه إلى العنوان الصحيح، توجه إلى المملكة العربية السعودية، لكونه يعرف أنها أهم دولة إقليمية يمكن أن تؤدي إلى نجاح هذا التحالف، لأن هذا التحالف الدولي لن يتم إلا بمشاركة إقليمية فاعلة من الدول المهمة في المنطقة، والسعودية تأتي على رأسها. فإذا هو اختار العنوان الصحيح وأتى إليه وقابل حلفاء الولايات المتحدة. صحيح أن قد يكون بين بعضهم اختلافات بسيطة، ولكن حول قضايا أخرى، ولكن التحالف هذا يقتضي تكامل الجهود وليس بالضرورة تطابقها. نعم. إذن كل دولة يمكن أن تؤدي دورا أو أدوارا تتناسب مع ظروفها وقدراتها العسكرية واهتمامها طبعا أو مدى تأثرها وتأثيرها في هذه الظاهرة الإرهابية الخطيرة. نعم. كان فهمت دكتور مشاري من كلامك، وصحيح إن كنت مخطئ، بأن بعض الدول التي شاركت في هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع أو حتى من تقدم على هذا التحالف ربما رأت مصلحتها الشخصية بعيدا عن أي اعتبار آخر؟ الدول التي شاركت كلها في الحقيقة هي متأثرة بشدة بالإرهاب، قد تختلف درجة التأثر من دولة لأخرى، ولكنها كلها معنية بهذه الظاهرة. العراق، تركيا، الأردن، المملكة، لبنان، مصر أيضا هي على أبواب أو تكاد تتأثر بالظاهرة، وطبعا هي مارستها داخليا أو يعني تأثرت بها من قبل قوى داخلية في مصر، لكن أيضا على حدود الغربية وفي سيناء، كل هذه يعني قضايا مستعيلة تماما. العراق أكيد يعني بلا شك، فلا هي طبعا كلها ذات مصلحة. نعم. في المشاركة في هذا التحالف الدولي. نعم. كيف ترى مشاركة وزير الخارجية العراقي بعد تشكيل الآن الحكومة العراقية الجديدة، ربما ينبئ بفتح صفحة جديدة في العلاقات ما بين البلدين، أعني الرياض وبغداد؟ نعم طبعا، يعني الحقيقة هذه بشرة وفاتح وصفحة جديدة فعلا في العلاقات السعودية العراقية. لم تكن هناك اتصالات مباشرة بين الطرفين ذات معنى، الآن هذه أول مبادرة، وهذا يدل على بالفعل أن الموقف السعودي كان منذ البداية هو أنها تنتظر تشكيل حكومة عراقية جديدة تعلي من شأن المصلحة الوطنية العراقية، وقد تشكلت وتقوم على مشاركة وطنية فاعلة، وقد تشكلت الآن، وطبعا ننتظر التطبيق الفعلي للمشاركة الوطنية من قبل كل فئات المجتمع العراقي. فهذه طبعا فاتحة جديدة، وأتوقع أن هناك بالفعل خطوات إيجابية أخرى راح تتم يعني بين الطرفين السعودي والعراقي في المستقبل. هذه يعني نقطة جيدة جدا. نعم دكتور، ربما رصدت في الأيام القليلة الماضية كان هناك اهتمام بشكل كبير بهذا المؤتمر، أيضا بجولة السيد جون كيري، أيضا بالاستراتيجية المعلنة من قبل السيد باراك أوباما تجاه الإرهاب. الآن انتهى كل شيء، انتهى الاجتماع، هل ترى بأن ما أفضى إليه هذا الاجتماع، على الأقل لم تكن هناك إعلانات صريحة أو إعلان صريح أما عن أول خطوة قادمة تجاه التنظيمات الإرهابية، كيف ترى هذه الجولة وهذا الاجتماع بعد انتهائه؟ أنا أعتقد طبعا أنه يعني يدشن لمرحلة قادمة سوف يعني تظهر آثارها في الفترة القريبة، على المدى القريب وعلى المدى المتوسط. طبعا محاربة الإرهاب نعرف أنه يعني أنها تحتاج إلى عدة محاور أو تقوم على عدة محاور، غير طبعا المحور العسكري، هناك أيضا المحور الفكري، وهناك أيضا المحور المالي،
وهناك أيضا محور البشري، يعني المراقبة العناصر البشرية وهي تعبر الحدود أو تتسلل عبر الحدود خلسة بين الدول. هذه كلها طبعا قضايا مهمة جدا، لكن أنا أعتقد أيضا هناك يعني نقطة لم تلقى يعني تركيزا من قبل وسائل الإعلام في هذه الأيام القليلة الماضية، وهي أن تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة يساعد على استعار الفكر المتطرف وعلى توالد التنظيمات الإرهابية. فأنا نعتقد أن ظهور داعش قد يكون في جزء منه رد فعل على تطرف طائفي أيضا آخر، وعلى استمرار القتل والتشريد لملايين السوريين والعراقيين، ولشعور أيضا قسم من اللبناني بالاضطهاد. طبعا الإرهاب لا دين له ومرفوض مهما كان سببه ومهما كانت دوافعه ومهما كان من يقوم به، وهذا ليس تبريرا بأي شكل من أشكال الإرهاب، ولكن هذه نظرة موضوعية لما يحصل في المنطقة. نحن نرى هذه التنظيمات تخرج وتتوالد، وبين بسبب أن جزئيا على الأقل أن مشاكل المنطقة بتتكاثر والتهميش والقتل والتشريد يزداد. كأنك تعني دكتور بأنه بعض الأنظمة أو بعض الدول هي من غذت هذه التنظيمات بمختلف مسمياتها، أقصد التنظيمات الإرهابية. نعم نعم طبعا أكيد هناك طبعا يعني إذا لم هناك نوع من الحلف الضمني أحيانا يتم، ولذلك لمصلحة يعني من؟ لمصلحة طبعا بقاء الأنظمة. يعني نعطي مثال، نظام الأسد كان يقول منذ البداية أن الثورة السورية هي ثورة إرهابيين ولصوص، وطبعا هذا كان غير صحيح. الكل يعرف من بداية الثورة السورية في أوائل 2011 أن الثورة السورية كانت ثورة طبقة وسطى وثورة مدنية رفعت شعار الحرية والكرامة ولكن والنظام كان طبعا من مصلحته أن يجيرها لحساب منظمات إرهابية موهومة، لكن مع استمرار هذه النغمة ومع كبت وقتل الشعب السوري والإمعان في قتله، كان من الطبيعي أن تظهر ردة فعل قوية من جانب فئة من السوريين ومن غير السوريين. طبعا لأن الإرهاب ظاهرة عالمية أصبحت الآن، فهذا إذن يغذي مصلحة ومقولة النظام. فإذا نحن نقول نعم هناك تحالف ضمني أو موضوعي بين النظام السوري وبين التنظيمات الإرهابية. طيب لنفترض أنه هذا الاجتماع أفضى إلى تحالف قوي أنهى داعش بعد فترة من الزمن أيا كانت، من سيخلف داعش سواء ممتاز. كان بالسلب أو بالإيجاب. ممتاز، هذا الآن هذه نقطة مهمة وسؤال يعني مهم جدا وأشكرك عليه. في العراق لنضرب يعني نعقد المقارنة، في العراق عندما يتم ضرب داعش ومحاربة هذا التنظيم المسموم، فإن من المتوقع طبعا أن هذا يتم لمصلحة قوات الوطنية الرسمية العراقية أو قوات البشماركة الكردية. الآن انتقل إلى، فإذا ليس هناك فراغ في العراق، ليس هناك من فراغ أمني أو إداري أو سياسي. انتقل إلى الجبهة السورية الآن، إذا تم ضرب داعش فلمصلحة من سيتم هذا؟ هناك طبعا خطر أن النظام الأسد قد يجير هذه الضربات مع أنه يعارضها في العلن، لكن قد يجيرها لمصلحته، بمعنى أنه هو الذي سيملأ الفراغ طبعا وسط الفوضى التي قد تنتج من مثل هذه الضربات. فإذا البديل هو الأخذ بمنظار الجدية، تقوية المعارضة المعتدلة لكي تملأ هذا الفراغ الأمني السياسي الإداري، ولكي أيضا تتشكل لجان شعبية في المناطق يعني المتضررة لتملأ هذا الفراغ، فتمنع النظام من تجير هذه الضربات لمصلحته. يعني ألا ترى بأنه مثل هذا التحالف القوي وهذه الدول الاستخباراتية العظمى التي اجتمعت وكانت في الاجتماع هذا اليوم لم تأخذ بالحسبان مثل ما تفضلت وذكرت من سيملأ هذا الفراغ، خصوصا بأنه دول كثيرة وكان على رأسها السعودية مثل ما صرح الأمير سعود الفيصل ستدعم هذا التحالف بشتى المجالات سياسيا وحتى عسكريا وماليا وأي شيء يتطلب نجاح هذا التحالف؟ وطبعا من المؤكد أن هذا يؤخذ الآن في الاعتبار. لهذا يؤكد وجهة نظر دول الخليج
دول مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية على رأسها منذ سنوات، وهو أن ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بدور فاعل لدعم المعارضة السورية. وكانت السياسة الأمريكية تتسم فيما سبق بالتذبذب وبالتردد، الآن طبعا فرضت عليها الظروف اتخاذ موقف حازم. فإذا عدنا إلى ما كنا أو عادت واشنطن إلى ما كانت دول المجلس والرياض تقوله منذ البداية، وهو أن ليس هناك من بديل من دعم المعارضة السورية المعتدلة، لكي بالفعل تشكل بديل واقعي وحقيقي لنظام الأسد اللي بالتأكيد أنه فقد شرعيته. نعم. طيب دكتور، الآن يعني بعد هذا الاجتماع ما المطلوب من الدول التي حضرت، وهي بكل تأكيد اكتوت بنار الإرهاب، سواء كانت الدول مجاورة وملاصقة في الحدود للعراق وسوريا أو حتى ربما بعض دول الخليج، ما المطلوب منها فعليا التحرك تجاه إنجاح هذا الاجتماع؟ طبعا هناك أحيانا قواعد عسكرية موجودة قد تستفيد منها واشنطن، قد تشارك بعض هذه الدول بطلعات جوية، قد تفتح مطاراتها أو بعض مطاراتها لهذه الضربات. هناك طبعا مثل ما قلنا الجهد ضبط الحدود، هناك الجهد الفكري لمحاربة الفكر المتطرف، هناك جهد ضبط الأموال بمعنى تجفيف مصادر أو منابع الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المالية والفكرية. إذن هناك يعني عدة جبهات، طبعا كلها كانت سائرة بالفعل، بمعنى أن محاربة الفكر المتطرف وتجفيف مصادر منابع الإرهاب المالية كان قائم على قدم وساق. لكن الآن طبعا نأتي إلى جانب عسكري يضاف إلى هذا. أرجو دائما وأكرر أن الجانب السياسي لهذه القضية ولهذه الاستراتيجية يتم أخذه بمحمل الجد من قبل واشنطن. نحن نأخذه بمحمل الجد في المجلس ومن قبل المملكة العربية السعودية، لكن واشنطن. الدكتور مشاري نعيم، مدير إدارة العلاقات الدولية بأمانة مجلس التعاون الخليجي، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في حلقة هذا اليوم. أهلا بكم مجددا. نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن الاستراتيجية الأمريكية للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا. نسيم الناصر على فيسبوك يقول: إذا لم يتحالف الغرب مع دول المنطقة لمحاربة تنظيم الدولة فالإرهاب سيصل إلى ديارهم. علاء الدين عيسى من جهته يرى أن أوباما لا يسعى في الأساس لمحاربة داعش، إنما يريد التحول لمحاربة سوريا وتقسيمها. أما ناصر الغول فيعتقد أن العمليات العسكرية على تنظيم الدولة لن تجدي نفعا بدون تدخل بري من الجيش العراقي والمعارضة المعتدلة في سوريا. محمد الرملي على تويتر يقول: داعش صنيعة أمريكية، وواشنطن ستستخدم التنظيم ذريعة لإعادة احتلال العراق مرة أخرى. تيسير عكار من جهته يرى أن دخول دول المنطقة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة ضرورة، لأنه بات يمثل تهديدا واضحا لدول الجوار. أخيرا أحمد صابر يقول: أفضل طريقة لمحاربة التنظيمات المسلحة هي وقف الدعم المادي واللوجستي الذي تتلقاه من جهات دولية وإقليمية.